هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أرحب بأحبتي في الله وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعون والمدد والبركة في الأوقات والأعمار. أحبتي في الله، ما زلنا مع الفصل الخامس من فصول كتاب الميسر في علوم القرآن الكريم. هذا الكتاب المبارك، هذا الكتاب المبارك، كتاب الميسر في علوم القرآن. وصلنا إلى الفصل الخامس، علوم تفسير القرآن، وقد انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من شرح علم التفسير وعلم أصول التفسير، وها نحن قد بدأنا في علم مناهج المفسرين. أيها الأحبة في الله، ماذا أريد أن أبدأ معكم في هذه الليلة؟ قال ابن تيمية رحمه الله: وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري، ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل، فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري، وهو أي تفسير ابن جرير من أجل التفاسير وأعظمها قدرا. ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم، وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، يعني أهل الكلام أقرب إلى السنة من المعتزلة، لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب. هذا الكلام الذي ذكره ابن تيمية في مقدمة في أصول التفسير يفهم منه الكلام عن مناهج المفسرين، فإنه تحدث عن تفسير ابن عطية وفضله، وأنه أتبع للسنة وأسلم من البدعة، وأنه بلا شك أفضل من تفسير الزمخشري، إذ إن تفسير الزمخشري قد سار في بعض آياته، أو قل إن شئت في كثير من مواضعه، على مذهب أهل الاعتزال. وذكر أيضا أن تفسير الإمام ابن جرير الطبري أجل التفاسير وأعظمها قدرا. هذا الكلام أقوله لكم من باب أن السلف رحمهم الله في بداية نشأة مناهج المفسرين كانوا يذكرون إجمالا منهج المفسر، من حيث هل التفسير جيد أم لا، مرتب غير مرتب، مزاياه، بعض عيوبه، يعلقون على تفسير أهل البدعة وغير ذلك. كيف ظهر هذا العلم، علم مناهج المفسرين، كيف نضج واستوى، وما أبرز مؤلفاته؟ أقول أيها الأحبة، لنبدأ بعرض الأهداف، لأن هذا العلم من العلوم التي اهتم بها
المعاصرون كثيرا، وفيه عشرات الرسائل العلمية من ماجستير ودكتوراه في دراسة مناهج المفسرين على كثرتهم، بحيث لا تجد مفسرا أو تفسيرا إلا وفيه دراسة، بل أكثر يعني أقل شيء دراسة أو أكثر. هناك تفسير لا فيها العديد من الدراسات العلمية المحكمة من ماجستير ودكتوراه في دراسة منهج المفسر وفي دراسة هذا التفسير. أقول أهدافي: ما مفهوم مناهج المفسرين؟ كيف نشأ علم مناهج المفسرين؟ ما أبرز مصنفات علم مناهج المفسرين؟ ما موضوعات دراسة منهج المفسر؟ ما أساليب كتابة التفسير؟ ما المقصود باتجاهات المفسرين؟ هذه هي الأهداف من البداية، تجعلك على بصيرة ما الذي أريد أن أقوله لك فيما يتعلق بعلم مناهج المفسرين. وإذا طلب منك أن تكتب بحثا عن منهج أحد المفسرين، فما الذي ستتناوله في هذا البحث؟ وكيف تفهم منهج المفسر؟ وإن أردت أن تتعرف على منهج أحد المفسرين القدامى وحتى يومنا هذا، يوجد أيضا كتابة في مناهج المفسرين المعاصرين، أين تجد هذا؟ لنبدأ على بركة الله بعرض هذا السؤال: ما مفهوم مناهج المفسرين؟ المناهج جمع منهج، وهو مشتق من نهج، والنهج والمنهج والمنهاج واحد بمعنى الطريق الواضح. يبقى المنهج: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يعني طريقا واضحا. المنهج عند المعاصرين معناه الطريقة الواضحة المنظمة المؤدية إلى نتيجة علمية، هذا هو المنهج. يبقى طريقة واضحة منظمة مرتبة تؤدي إلى نتائج علمية صحيحة. إذن يمكن من فهم هذا أن يعني نعرف مناهج المفسرين بأنها الطريقة الواضحة المنظمة ذات القواعد والأسس التي سار عليها المفسر في تفسيره للقرآن. يبقى إذا أردت أن تعرف ما المقصود بهذا العلم، ما معنى علم مناهج المفسرين؟ هو العلم بالطريقة الواضحة المنظمة المرتبة ذات القواعد والأسس التي سار عليها المفسر في تفسيره للقرآن. كيف فسر هذا المفسر القرآن الكريم؟ كل مفسر بيضع قواعد وأسس يسير عليها في تفسيره، قد يخالفها أحيانا وهذا يكون من السلبيات، وقد يلتزم بهذا طوال التفسير. إذن اتفقنا على معنى مناهج المفسرين. عندما نأتي إلى هذا السؤال المهم: كيف نشأ علم مناهج المفسرين؟ أيها الأحبة في الله، تظهر ملامح هذا العلم في ثنايا كلام أئمة التفسير عن كتاب معين من كتب التفسير. يعني هذا العلم بدأ في ثنايا كلام علماء التفسير، وفي ثنايا كلام العلماء في كتب علوم القرآن عن تفسير معين أو عن جانب معين من جوانب هذا التفسير، إما بمدح من خلال التنبيهات اللطيفة على حسن التأليف والترتيب ودقة النظر والتحرير ومدى البسط والاستيعاب أو الاختصار والإيجاز، أو بذم من خلال بيان معتقد مؤلفها ومسالك إظهار عقيدته فيها إلى غير ذلك. وهذا التقويم الإجمالي وهذا الكلام المجمل هو الحال في نشأة علم مناهج المفسرين إلى أن استوى وبات علما مستقلا له مؤلفاته. ومن العلماء الذين ذكروا هذا ابن جزي رحمه الله، ذكرت لكم قبل قليل نصا عن الإمام ابن تيمية مقدمة في أصول التفسير. أيها الأحبة في الله، لقد استوى هذا العلم في العصر الحديث، وباتت له معالمه وقواعده وأصوله، ولعل يعني
أول الكتب التي حررت هذا العلم وجعلته علما مستقلا هو هذا الكتاب العظيم التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله. دكتور محمد حسين الذهبي من علماء الأزهر الشريف توفي 1397، وسأذكر لكم بعد قليل عن هذا الكتاب المبارك الذي يعد عمدة في هذا العلم، مثال لبيان العلماء لمناهج المفسرين بإيجاز واختصار. وهذا يدلك كيف كان العلماء يذكرون مناهج المفسرين بإيجاز واختصار، إما بمدح أو بذم. قال ابن تيمية رحمه الله: وتفسير القرطبي خير منه بكثير، يعني خير من تفسير الزمخشري، وأقرب إلى طريقة أهل الكتاب والسنة، وأبعد عن البدع. وإن كان كل من هذه الكتب، أي من هذه التفسير، لا بد أن يشتمل على ما ينقد، هذا حال الجهد البشري، لكن يجب العدل بينها وإعطاء كل ذي حق حقه. ثم قال: وتفسير ابن عطية خير من تفسير الزمخشري، وأصح نقلا وبحثا، وأبعد من البدع وإن اشتمل على بعضها. لكن ابن عطية رحمه الله لم يتعمد هذا بخلاف الزمخشري، بل هو خير منه بكثير، بل لعله أرجح هذه التفاسير، لكن تفسير ابن جرير أصح من هذه كلها. إذن تفسير ابن جرير عند ابن تيمية رحمه الله هو أصح هذه التفاسير، بل عند جمهور العلماء وعند إن لم يكن بالإجماع أنه أفضل وأصح التفاسير، وأن ابن جرير رحمه الله هو أبو التفسير، حيث حرره وأظهره بالصورة المرضية، بصورة العلم المتكامل، وكذلك ابن عطية رحمه الله وغيره من المفسرين. إذن هو أثنى على ثلاثة تفاسير في هذا النقل عن الإمام ابن تيمية، أثنى على تفسير ابن جرير وجعله في المقدمة، وأثنى على تفسير المحرر الوجيز لابن عطية، وأثنى على تفسير الإمام القرطبي الجامع لأحكام القرآن، ونقد تفسير الزمخشري لما فيه من البدع، وإن كان فيه جوانب كثيرة من الفوائد اللغوية وغيرها، ولذلك يحتاج من يقرأ فيه إلى مهارة بعقيدة المعتزلة. وعموما العلماء يعني نقحوا هذا التفسير وذكروا مواضع الاعتزال فيه، ومن تعرض لمنهج الزمخشري من العلماء بيّن هذا، وهناك يعني دراسات كثيرة في هذا المجال، لأن التفسير بوجه عام تفسير مفيد، تفسير جيد، تفسير نافع. مثال آخر لبيان العلماء لمناهج المفسرين بإيجاز ما فعله ابن جزي الكلبي رحمه الله في مقدمة تفسيره المبارك التسهيل لعلوم التنزيل. وهذه المقدمة قلت لكم قبل ذلك أنها طبعت وحدها، هذه المقدمة كانت جديرة بالطبع وطبعت فعلا، لعل الدكتور مساعد الطيار هو الذي يعني طبعها وشرحها يحفظه الله. قال ابن جزي: ثم جاء القاضيان أبو بكر بن العربي وأبو محمد عبد الحق بن عطية، فأبدع كل واحد وأجمل واحتفل وأكمل. فأما ابن العربي فصنف كتاب أنوار الفجر في غاية الاحتفال والجمع العلوم القرآن، فلما تلف تلافاه بكتاب قانون التأويل، إلا أنه اخترمته المنية قبل تخليصه وتلخيصه، وألف في سائر علوم القرآن تآليف مفيدة. هذا تعليق ابن جزي على القاضي أبي بكر بن العربي، وهو معروف من أشهر كتبه كتاب أحكام القرآن لابن العربي، وهو من علماء المالكية، وسيأتي ذكر عنه إن شاء الله في الدرس المقبل. أقول ثم انتقل إلى الحديث باختصار عن تفسير ابن عطية القاضي أبي محمد عبد الحق ابن غالب ابن عطية رحمه الله. قال: وأما ابن عطية فكتابه في التفسير
أحسن التأليف وأعدلها، فإنه اطلع على تأليف من كان قبله فهذبها ولخصها، وهو مع ذلك حسن العبارة مسدد النظر محافظ على السنة. أيها الأحبة في الله، إذن يعني تخلص من هذه الأشياء أنها إشارات لك إلى التفسير الجديرة بالدراسة والتفسير الجديرة بالقراءة. إن كان وقتك يضيق فإننا سنرشدك على ما هو أجدر، وهناك لا شك الباحثون يعني يحتاجون إلى يعني تفسير أكثر، والعلماء يحتاجون إلى قراءة أكثر وأكثر، فكل واحد يأخذ بحسب وقته وبحسب يعني علومه وبحسب توجهه. فكل توجه بفضل الله عز وجل، هناك جمع من المفسرين يعني يفيدك في هذا الاتجاه الذي تحبه، إن اتجاه فقهي أو اتجاه لغوي أو اتجاه بلاغي أو اتجاه تربوي وغير ذلك. عندما نسأل هذا السؤال، ما أبرز المصنفات في علم مناهج المفسرين؟ يأتي هذا الكتاب العظيم التفسير والمفسرون للأستاذ الدكتور محمد حسين الذهبي من علماء الأزهر الشريف، يعد هو الكتاب الأول الذي أصل هذا العلم وجعله علما مستقلا، بعد أن كان هذا العلم يذكر في أثناء الحديث عن مفسر ما في كتب علوم القرآن على تنوعها، وفي مقدمات التفاسير وفي بعض التفاسير. هذا الرجل محمد بن حسين الذهبي أصل هذا العلم وجعله علما وجعله علما مستقلا، وتناول أغلب التفاسير وتحدث عنها وعن مناهج مفسريها. ثم عندنا كتاب التفسير ورجاله للأستاذ محمد الفاضل بن عاشور، يعني أيضا له هذا الكتاب، كتاب مبارك، وهو كتاب بالمناسبة يعني كتاب صغير، يعني هذا الكتاب يعني نقول يعني حوالي 100 ورقة. كتاب التفسير والمفسرون كبير، مجلدان، لكن التفسير ورجاله مختصر ومحرر، كتاب يعني إن يعني لم تجد وقتا فدونك التفسير ورجاله، وإن وجدت وكنت متخصصا فلا يفوتك التفسير والمفسرون. كلا الكتابين مبارك، سواء المتوسع كتاب الذهبي أو كتاب محمد الفضل بن عاشور، كلاهما فيه خير وبركة. عندنا أيضا التفسير والمفسرون أساسياته واتجاهاته ومناهجه في العصر الحديث، هذا الأستاذ الدكتور فضل حسن عباس، كتاب أيضا مبارك. وعندنا هذا الكتاب الذي عرضته عليكم في اللقاء السابق، أصول التفسير ومناهجه، هو من ناحية علم أصول التفسير، هو في علم أصول التفسير وأيضا تعرض لمناهج المفسرين. هذا الكتاب للأستاذ الدكتور فهد الرومي يحفظه الله. أيها الأحبة في الله، عندما نأتي إلى هذا السؤال، ما موضوعات دراسة منهج المفسر؟ يعني عندما يطلب منك كتابة رسالة، أو أنت تريد أن تكتب رسالة ماجستير أو دكتوراه في منهج أحد المفسرين، ما الذي ستتناوله؟ ستتناول 3 أشياء مهمة. عندك الفصل الأول، العوامل المؤثرة في تفسير المفسر الذي اخترته. مكانة المفسر، طبعا أنت نريد الترجمة، ستترجم للمفسر ولا شك. تتحدث عن مكانة المفسر، مذهبه الفقهي والعقدي، عصر المؤلف، لأن العصر يكون له أثر عليه، مصادره في التفسير، وأيضا كيفية تعامله مع أقوال المفسرين. هذه الأشياء كلها أشياء في غاية الأهمية في الفصل الأول، العوامل المؤثرة في تفسير المفسر. مكانة المفسر، مذهبه الفقهي والعقدي، عصر المؤلف، مصادره في التفسير التي اعتمد عليها، كيفية تعامله مع أقوال المفسرين. ولا شك أنك ستترجم لهذا المفسر، من هو، نشأته، حياته، شيوخه، تلامذته، مؤلفاته. طيب، الفصل الثاني، طريقته في تأليف كتابه، ترتيب الكتاب، أسلوبه في كتابة التفسير،
أبرز العلوم التي تميز بها وقصدها في كتابه كيفية تعامله مع مصادر التفسير. هذا الفصل الثاني يتناول هذه المباحث. عندنا ثالثا أو الفصل الثالث قيمة التفسير العلمية، مميزاته وحسناته بحسن الترتيب وحسن التعبير والقواعد العلمية التي يسير عليها والترجيح عنده وآراؤه في علوم القرآن وأثره في من بعده. كل هذه مباحث ينبغي أن تتناولها وأن تذكرها. ثم عندك المآخذ عليه، وهذا أيضا يعني مبحث في غاية الأهمية، كمخالفة أصول معتبرة خالفها أو مخالفة منهجه هو الذي وضعه، خالف هو منهجه في تفسير هذه الآية، أو الإكثار مما ليس من علوم التفسير، فبعض المفسرين يبالغ مثلا في ذكر أحكام القرآن، في ذكر اللغويات، في ذكر القراءات، في ذكر أشياء لا تهم التفسير كثيرا فيبالغ فيها ويفرع ويشقشق كما يقولون، أو الخلل في التنظيم والترتيب. إذن موضوعات دراسة منهج المفسر واحد، العوامل المؤثرة في تفسير المفسر اثنان، طريقته في تأليف كتابه ثلاثة، قيمة التفسير العلمية. هذا الذي ينبغي أن يذكر. إن أردت أن تطبق على تفسير الإمام الطبري، تفسير الإمام القرطبي، تفسير ابن العربي، تفسير ابن عطية، تفسير ابن كثير، تفسير ابن جزي، تفسير أبي حيان، كل هذه التفسير المباركة قديمها وحديثها ستسير بنفس الطريقة. لا شك أنك ستهتم بالتفسير التي قبله حتى تبين كيف استفاد منها. هو يذكر هذا في المقدمة وفي ثنايا التفسير. وأيضا ينبغي أن تطلع على التفسير التي بعده حتى تعلم من الذي استفاد منه وتأثيره في من بعده. أيها الأحبة في الله، ما أساليب كتابة التفسير؟ أساليب كتابة التفسير يعني أمر شكلي. لماذا؟ لأن الأصل أن يتناول المفسر كل هذه الأساليب أو أغلب هذه الأساليب. إحنا عندنا الأسلوب التحليلي، وعندنا الأسلوب المقارن، وعندنا الأسلوب الإجمالي، وعندنا الأسلوب الموضوعي. الأسلوب التحليلي أو التفسير التحليلي هو الأسلوب الذي يستوعب كل ما قيل في الآية ويناقش ما فيها من معاني ألفاظ وإعراب وقراءات وأحكام وأقوال وغير ذلك. إذن هو تحليلي، بيحلل الآية إلى كلمات وأجزاء، بيستوعب كل ما قيل في الآية. طيب هو أغلب التفسير أسلوبها تحليلي. لو قلت لكم تفسير الإمام الطبري أسلوبه إيه؟ أسلوب تحليلي. أغلب التفسير تعتمد على الأسلوب التحليلي. الأسلوب المقارن هو الأسلوب الذي يوازن بين أقوال المفسرين لإخراج الراجح من المرجوح. طيب الإمام الطبري اعتمد على هذا، وأغلب المفسرين المحققين المحررين كالطبري وابن عطية وغيرهما، عدد كبير من المفسرين يقوم بهذا من القدامى والمعاصرين، إذن هم يعتمدون الأسلوب التحليلي والمقارن في نفس الوقت، يقارنون بين الأقوال ويوازنون. إلا أن يعني قد يغلب على التفسير الأسلوب التحليلي، وقد يغلب عليه الأسلوب المقارن، فيهتم دائما بذكر أقوال العلماء ويرجح. من التفسير طبعا التفسير التحليلي يمكن يصدق على أغلب التفسير، أغلب التفسير أسلوبها أسلوب تحليلي. من التفسير التي يمكن أن تسميها تفسير المقارن، يعتمد على ذكر الأقوال ويوازن بينها، وإن كان يعني أحيانا يرجح وأحيانا لا يرجح، تفسير زاد المسير لابن الجوزي، وتفسير الماوردي، النكت والعيون للماوردي، والنكت والعيون أسبق واعتمد عليه الإمام ابن الجوزي في تفسير زاد المسير. يهتمون بعرض الأقوال، هذه الآية قيل فيها كذا وكذا وكذا وكذا، أحيانا يرجحون وأحيانا لا يرجحون. عندنا الأسلوب الإجمالي، الأسلوب الذي
يفسر الآية جملة جملة، أو عفوا الأسلوب الذي يفسر الآية جملة واحدة دون تفكيك ألفاظها وتفسيرها لفظا لفظا كما في التفسير التحليل. يعني هو تفسير يعطيك المجمل. لو أنا سألتكم الآن أعطيني تفسير إجمالي، لو قربت لكم مثلا عند كتاب التفسير الميسر، هذا تفسير إجمالي 100%، المختصر في التفسير هذا تفسير إجمالي. عندنا كذلك تفسير السعدي رحمه الله، هذا أقرب ما يكون إلى التفسير الإجمالي، أقرب ما يكون إلى التفسير الإجمالي. وهناك تفسير أخرى أيضا، لكن غالب التفسير تعتمد على الأسلوب التحليلي، وأيضا هنا تعتمد أيضا على الأسلوب المقارن وحتى الأسلوب الإجمالي. يعني تجد العلماء يذكرون المعنى الإجمالي للآية ثم بعد ذلك يبدأون في ماذا؟ يبدأون في التحليل، يبدأون في التحليل. جميل. تفسير الجلالين كما قلت أخي الكريم وكتبت تفسير إجمالي لجلال الدين المحلى وجلال الدين السيوطي رحمهم الله. عندنا التفسير الموضوعي أو الأسلوب الموضوعي، ده الطريقة الرابعة من أساليب التفسير، والأسلوب الذي يفسر موضوع، يفسر موضوعا ما من خلال آيات القرآن في سورة واحدة أو سور متعددة، أو يفسر لفظة أو مصطلح من خلال القرآن الكريم. التفسير الموضوعي هذا النوع هو معاصر، وإن كان له جذور قديمة، له جذور قديمة كتفسير القرآن بالقرآن، وفي بعض التفسير اهتمت به أيضا، لكن كعلم مستقل وأسلوب مستقل فإنه برز في العصر الحديث. له ثلاثة أساليب. الأسلوب الأول أو الطريقة الأولى تفسير موضوع خلال القرآن كله، الجهاد في القرآن الكريم، الأعراض في القرآن الكريم، وهذا كان موضوع الدكتوراه لي، تفسير موضوع دراسة الأعراض في القرآن الكريم كله. وهناك موضوعات كثيرة جدا بفضل الله عز وجل تم تناولها في القرآن الكريم، المال في القرآن الكريم، الماء في القرآن الكريم، المال باللام والماء في القرآن الكريم، الاقتصاد في القرآن الكريم، المنافقون بنو إسرائيل، موضوعات كثيرة. وهناك تناول موضوع واحد، موضوع في سورة واحدة، في سورة واحدة، يبقى إما في القرآن كله أو في سورة واحدة. يعني المنافقون في سورة التوبة مثلا وغير ذلك. وهناك أيضا تفسير لفظة أو مصطلح من خلال القرآن، يعني تمسك لفظة معينة تتتبعها في القرآن الكريم، لفظة غير موضوع، اللفظة يا إخواني غير الموضوع، أو مصطلح، يعني الذين في قلوبهم مرض مثلا، أو تأخذ لفظة آمنوا أو الكتاب أو التوراة إلى غير ذلك، أو الفرقان، أي لفظة قرآنية، وإن كان هذا أقرب إلى الأشباه والنظائر، لكن هذا أيضا نوع بحسب عدد الآيات التي جاءت فيها هذه اللفظة. يعني الإيمان في القرآن الكريم، تمسك لفظة الإيمان وتستقصي الآيات وتدرسها. وهناك أيضا التفسير الموضوعي للسورة الواحدة. عندما يعني أعرض عليكم هذين العملين الكبيرين، التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم قامت به جامعة الشارقة بإشراف الأستاذ الدكتور مصطفى مسلم رحمه الله. أنا أدعوكم إلى أن يعني تقرأوا هذا تقرأوا هذا الكتاب المبارك، كتاب عظيم جدا. وأيضا موسوعة التفسير الموضوعي تناولت موضوعات القرآن الكريم، بلغت 354 موضوعا، شارك فيها 166 من الباحثين في الدراسات القرآنية من المتخصصين، وشارك في تحكيمها 100 محكم. وأشرف على هذه السلسلة التفسير الموضوعي هيئة استشارية من المتخصصين في الدراسات القرآنية، وطبع في
36 مجلدا. أحد الإخوة يسأل: هل تفسير الشيخ الشعراوي وخواطره تم يعني تناول منهجه؟ الجواب: نعم بلا شك، منهج الشيخ الشعراوي رحمه الله في التفسير هذا يعني موضوع رسالة ماجستير أو دكتوراه في الأزهر الشريف موجودة، موجود الشيخ الشعراوي رحمه الله موجود، يعني منهجه في التفسير تم تناوله بلا شك. قال الدكتور مساعد الطيار: وأرى أن هذه التقسيمات الأربعة، أي تقسيم التحليل للتفسير التحليلي والتفسير المقارن والتفسير الإجمالي والتفسير الموضوعي، قال وأرى أن هذه التقسيمات لا جدوى منها، فهي تقسيمات فنية ولا يكاد يخلو منها تفسير من التفاسير المطولة عدا التفسير الموضوعي الذي هو وليد هذا العصر. وحينما يوصف كتاب بأنه سلك الأسلوب التحليلي أو الأسلوب الإجمالي أو الأسلوب المقارن، فما الفائدة من ذلك؟ ولو قسمت التفاسير على هذا لكانت نسبة التفسير التحليلي 99%. والمراد بالتفسير التحليلي أن يعمد المفسر إلى تفسير الآيات حسب ترتيبها في السورة، ويذكر ما فيها من معان وأقوال وإعراب وبلاغة وأحكام وغيرها مما يعتني به المفسر، وهذا هو الأسلوب الذي سارت عليه التفسير إلى وقتنا الحاضر، ولا زالت العلماء تصدر تفسيراتها على هذا الأسلوب والله الموفق. أقول أيها الأحبة، ما المقصود باتجاهات المفسرين ومتى ظهرت؟ اتجاهات المفسرين غير مناهج المفسرين. احنا اتفقنا ما المقصود بالمنهج، سأعيد لكم: المنهج، منهج المفسر، هو الطريقة الواضحة المنظمة ذات القواعد والأسس التي سار عليها المفسر في تفسيره للقرآن. ما المقصود بالاتجاه؟ هو المسلك العلمي الذي قصد المفسر إبرازه في تفسيره. كل مفسر يا إخوة بيبقى له اتجاه علمي معين أو اتجاه مذهبي معين عاش معه وأحبه، يعني بعض العلماء يغلب عليه حب اللغة، حب البلاغة، حب النحو، بعض العلماء يحبون التربية وقواعد التربية وفن التربية والاستنباط من الآيات، وبعض العلماء منشغل بالفقه، بعض العلماء يعني بيكون عنده يعني اتجاه للمأثور واتجاه للنقل. أقول يبقى المسلك العلمي الذي قصد المفسر إبرازه في تفسيره هذا هو المقصود باتجاه المفسرين. عندنا الاتجاه العلمي وعندنا الاتجاه المذهبي. الاتجاه العلمي، الاتجاه الأثري، هل هو يهتم بالآثار والأحاديث؟ يعني بعض العلماء المهتمين بهذا لا شك أنه لهم علم بعلم الحديث وعلم بالآثار، فهذا الاتجاه الأثري. وعندنا الاتجاه النحوي والاتجاه البلاغي، هذه اتجاهات علمية. وعندنا الاتجاه المذهبي، في الاتجاه الفقهي وفي الاتجاه العقدي. الاتجاه الفقهي هذا سأتناوله بالتفصيل في الدرس المقبل. عندنا مذاهب فقهية، فالمذهب الفقهي يؤثر على المفسر في تفسيره فيتناول آيات الأحكام من خلال المذهب الفقهي له غالبا. والاتجاه العقدي، هناك يعني من يعتقدون عقيدة أهل السنة والجماعة وهم أغلب المفسرين، وهناك من عندهم عقائد قد تخالف كالمعتزلة، عندهم مخالفات، وأيضا الشيعة لهم تفسير وعندهم مخالفات، والباطنية، وأيضا يعني بعض الصوفية عندهم تفسير إشارية ومخالفات. إذن هذا هو المقصود بالاتجاه، المسلك العلمي الذي قصد المفسر إبرازه في تفسيره، هذا غير المنهج، وإن كان يعني يحدث بينهما تداخل ولا شك، يعني في بينهما في بينهما تداخل. يعني نقول الثوب الذي يلبسه هذا المفسر، هل هو الاهتمام بالآثار، اتجاه نحوي، اتجاه بلاغي، اتجاه فقهي، اتجاه عقدي، إذن يتجاه علمي، يتجاه مذهبي.
وهذه الصورة يعني تقرب إليكم هذا الأمر. أيها الأحبة في الله، أرجو أن أكون قد يعني بينت هذا الأمر وأن أكون قد يسرته عليكم. هناك رسائل أيضا ماجستير ودكتوراه تناولت اتجاهات المفسرين في قرن من القرون، يعني عندنا اتجاهات المفسرين في القرن الرابع عشر الهجري، هذا موضوع، وهناك قبل ذلك، فهذه من الموضوعات التي يعني تمت الكتابة فيها، وهذه الكتب موجودة. أرجو أن أكون قد وفقني الله عز وجل لعرض هذا الأمر. بقي عليكم أن تختاروا كتابا من الكتب التي عرضتها عليكم ككتاب التفسير والمفسرون للذهبي رحمه الله، أو التفسير ورجاله لمحمد الفاضل ابن عاشور. فأنا أرجو يعني أن تقرأوا في هذين الكتابين بحسب الوقت المتاح لكم، يعني إن أردتم، إن عندكم وقت فلا يفوتكم التفسير والمفسرون، يعني الوقت قليل، التفسير ورجاله لمحمد الفضل بن عاشور، عندك وقت يعني بين هذا وبين هذا، فالتفسير المفسرون عفوا مناهجهم واتجاهاتهم للأستاذ الدكتور فضل حسن عباس، وأيضا الكتاب الرابع أصول التفسير ومناهجه للدكتور فهد الرومي، والدكتور مساعد الطيار له كتاب مخطوط لم يطبع إلى اليوم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.